حذر صندوق النقد الدولي من وقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا الذي قد يؤدي إلى المزيد من تباطؤ الاقتصاد العالمي. أشار صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الاقتصاد العالمي قد يتباطأ إلى 2.6% في عام 2022 إلى 2% في عام 2023 إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز لأوروبا. يواجه العالم الكثير من التحديات في الفترة المقبلة، ومن أكبر التحديات ارتفاع نسب التضخم وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي في ظل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأيضاً وقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا الذي قد يؤدي إلى المزيد من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لإجمالي الناتج الداخلي للعام 2022 إلى 3.2%، أي أقل من 4% من توقعات أبريل. وأكد صندوق النقد أن الاقتصاد العالمي واجه عدة صدمات مما أدى إلى إضعافه، ومنها وباء فيروس كورونا، وأيضاً العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة العالمية، مما دفع المصارف المركزية إلى رفع معدلات الفائدة بشكل حاد. ويتوقع صندوق النقد حالياً أن ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 8.3% هذا العام، بينما تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة ارتفاعاً في أسعار المواد الاستهلاكية تبلغ نسبته 9.5%. هذا وخفض الصندوق توقعات النمو لمعظم البلدان، وشمل ذلك إعادة نظر في اقتصادي الولايات المتحدة والصين ليخفض التوقعات السابقة بأكثر من نقطة. ويتوقع الصندوق أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 2.3% في ظل تراجع إنفاق المستهلكين وارتفاع معدلات الفائدة. ولفت الصندوق إلى أن الركود قد يكون بدأ بالفعل في الولايات المتحدة، كما يتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني بشكل كبير في عام 2022 ليسجل النمو 3.3% فقط، وهي أقل نسبة منذ أكثر من 4 عقود باستثناء النسبة المسجلة خلال أزمة كوفيد عام 2020، وبسبب المخاوف المرتبطة بالوباء وتدهور أزمة قطاع العقارات بحسب التقرير. هذا ورفع صندوق النقد توقعات التضخم العالمي ب 9% إلى 8.3% في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد. كما حذر صندوق من تزايد مخاطر أزمة الديون في الأسواق الناشئة بسبب قوة الدولار وارتفاع تكلفة الاقتراض وضعف النمو. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جبلة. دكتور وليد، بعد تحية، بداية، كيف تقيم وتقرأ تخفيض صندوق النقد وتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 و2023؟ اهلا وسهلا بحضرتك وبكل مشاهدي القناه الاولى. وبالتاكيد ما ذكر في تقرير صندوق النقد الدولي لا يعد مفاجاه. نحن نتحدث عن اقتصاد يواجه تحديات كبيره، الاقتصاد العالمي يواجه مشكلات هيكليه، فالاقتصاد العالمي قائم منذ بدايه الحقبه النيوليبراليه على أن كل دولة من دول العالم تركز في إنتاج منتجات معينة ثم تتم عملية تبادل تجاري ما بين الدول. النهاردة عمليات التبادل التجاري تواجه تحديات، منها تحديات ارتفاع تكلفة النقل، ارتفاع تكلفة التأمين من أخطار فيروس كورونا، ثم أضيفت إليها مشكلات سلاسل الإمداد المتعلقة بتداعيات الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة. بالتالي فنحن أمام تحديات كبيرة جدا. القضية النهاردة أن المشكلة عالمية تحتاج إلى تعاون عالمي للتصدي إليها. العالم لا زال يتعامل مع تلك الأزمة بأن الكثير من الكيانات والدول تريد أن تنجو وحدها وتدفع الخطر إلى الآخرين، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني تقوم بإجراءات كل ما يهمها النجاة بالاقتصاد الأمريكي وحده. فإذا كنا أمام اقتصاد قائم على العولمة والتعاون ما بين كل دول العالم، فالحل الأساسي والهيكلي هو التعاون من أجل تجاوز تلك الأزمة. نعم. طيب دكتور وليد، أيضا في هذا الإطار وفي ظل ما ذكرته، صندوق النقد الدولي أيضا حذر من وقف الإمدادات الخاصة بالغاز الروسي لأوروبا والذي قد يؤدي بدوره إلى المزيد من تباطؤ الاقتصاد العالمي. يعني كيف قرأت هذا التحذير الهام؟
طبعا هي قضية أوروبا أبعد من كون هناك تضخم في أوروبا، لأن أوروبا هي دول صناعية تصدر الكثير من المنتجات الصناعية والزراعية، حتى بأوروبا تصدرها إلى دول العالم، بالتالي فإن قطع الإمدادات أو تباطؤ الإمدادات الروسية يزيد التضخم في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع نحو مزيد من تصدير التضخم إلى دول العالم، وهي دي المشكلة، لأن تصدير التضخم هو دعوة إلى دول العالم لأن تبحث عن حلول محلية. إنما بالتأكيد إذا استمرت هذه الحرب واستمر هذا الصراع التجاري وخفض إمدادات الطاقة على الاتحاد الأوروبي، الأمر سيكون له تبعات صعبة جدا على الاقتصاد العالمي. صندوق النقد أيضا حذر من تزايد مخاطر أزمة الديون في الأسواق الناشئة بسبب قوة الدولار وارتفاع تكلفة الاقتراض وضعف النمو. من وجهة نظر حضرتك، كيف يخرج العالم من هذه الأزمة، أزمة التضخم والركود؟ هذا التحذير هو تحذير عام، فأزمة الديون هي أزمة تضرب الاقتصاد العالمي وتضرب كافة دول العالم. الولايات المتحدة نفسها في تداعيات كورونا سمح لها الكونجرس برفع سقف الدين إلى نحو 30 تريليون دولار، فهي أزمة عامة، ولكن تأثيرها ينخفض أو يعني بيتغير من دولة إلى أخرى، لكن القضية موجودة. لكن اللي عايز أكده بالنسبة لنا إحنا هنا في مصر، إن الاقتصاد المصري يمتلك من الأدوات ومن الأوراق الداخلية والخارجية التي يستطيع بها التعامل مع تلك الأزمة. أشكرك جزيل الشكر الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جبلة، كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أكدت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا أنه تم إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية، وذلك بسبب إضراب موظفي الخدمات الأرضية، مما تسبب في إحداث اضطرابات في السفر لعشرات الآلاف من الركاب. وذكرت شبكة ABC نيوز الأمريكية أنه حوالي 134 ألف مسافر اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم أو إلغائها تماما بسبب الاضطراب أو الإضراب الذي حدث، مشيرا إلى أن المحاور الرئيسية لشركة لوفتهانزا في مدينتي فرانكفورت وميونخ هي الأكثر تضررا. تعطلت شبكة السكك الحديدية في بريطانيا بشكل كبير مرة أخرى نتيجة لإضراب الموظفين بسبب خلاف على الأجور وظروف العمل، وهو الخلاف الأحدث في موجة الاضطرابات الصناعية التي حدثت بسبب عدم مواكبة الأجور للتضخم المتزايد. حثت الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديدية في بريطانيا مستخدمي القطارات على عدم السفر إلا للضرورة. يشار إلى أنه كادت أن تتوقف شبكة السكك الحديدية في بريطانيا لمدة 3 أيام بسبب إضراب الشهر الماضي. قفزت أسعار القمح الهندي إلى مستوى قياسي على الرغم من حظر الصادرات مع تزايد الطلب وتراجع المعروض نتيجة لمواجهة حارة أضرت بالمحصول. هذا وخفض ارتفاع الأسعار فرصة أن تقدم الهند كمية كبيرة من القمح بموجب اتفاقات حكومية ثنائية لدول تعاني بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا. وقفز سعر القمح الهندي في السوق المحلية إلى مستوى قياسي بلغ نسبة الزيادة فيه إلى 1 أو 12% من مستوياته التي بلغت بعد أن حظرت الحكومة الصادرات بشكل مفاجئ يوم 14 من مايو الماضي.